اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطورات الأعمال الإنشائية، خاصة ما يتعلق بكافة المرافق والخدمات ذات الصلة. وقد وجه السيد الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري وكافة المواقع المحيطة به من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، خاصة من مطاري القاهرة والسفنكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، بما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم. اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، ووجه الرئيس بتعزيز جهود تنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تذخر به مصر من مقومة سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة، فضلا عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة، وهو الأمر الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة. أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق وفقا للجداول المحددة في هذا الشأن، ويحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابطاً لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة 500 جنيه. تواصل قمة المناخ COP27 التي تنعقد في مدينة شرم الشيخ جلساتها وسط مشاركة دولية واسعة، وشهدت فعاليات القمة مع انطلاق أسبوعها الثاني إقبالاً كبيراً من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، حيث تدفق نحو 3000 من المشاركين الجدد الذين وصلوا من مختلف دول العالم للمشاركة في بقية فعالياتها خلال الفترة المقبلة. ترأس وزير الخارجية سامح شكري جلسة إحاطة خاصة للجلسة العامة لمؤتمر المناخ، تم خلالها استعراض سير العملية التفاوضية حول مختلف البنود المطروحة على أجندة قمة COP27 منذ بداية المفاوضات وحتى اليوم. واستعرض شكري رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لمسارات مفاوضات المناخ خلال الأيام المقبلة، وذلك في ضوء مشاوراتها مع مختلف الأطراف والمجموعات، موضحا أهمية تعزيز المفاوضات الفنية من خلال التوافقات السياسية. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء نظيره الصيني شي جين بيانغ على هامش قمة مجموعة 20 بإندونيسيا عن أمله في تجنب نزاع بين واشنطن وبكين، وأكد بايدن لشي أن لا بديل عن المحادثات المباشرة، فيما قال الرئيس الصيني أنه مستعد لمحادثات صريحة مع نظيره الأمريكي بشأن القضايا الاستراتيجية. أعلن المدرب جلال القادري قائمة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2022، وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم استدعاء 26 لاعباً إلى قائمة تونس في كأس العالم، ما شهد تواجد كل من علي معلول ظهير أيسر الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك مع استبعاد حمزة المثلوثي.